مشكلة كبيرة في نظام التعليم في مصر أو عموما يعني في البلاد اللي بتعتمد على إن الثانوية العامة هي مفترق طرق، بتحط الطالب وبتحط الأسرة كلها في مشكلة كبيرة، إن هم محتاجين يشوفوا طموحهم في ابنهم إن هو ما شاء الله كبر وعايز بقى خلاص يحدد مستقبله، يا إما بعد الثانوية يخش جامعة وكلية كبيرة محترمة زي ما هم متخيلين، يعني يا إما طب يا إما هندسة يا إما كده، غير كده لا. طب هندسة يا إما صيدلة كده، يعني دي كليات عملية يا إما غير كده ما ينفعش، يعني كلية التجارة ما تنفعش، يعني كلية العلوم ما تنفعش، يعني كلية الآداب ما تنفعش، يعني كلية أي كلية أخرى من الكليات النظرية الموجودة اللي هي ممكن يبقى هو أصلاً ميول ابنهم ليها. أنا أحكي لك حكاية، كان صديق وزميل دخل ثانوية عامة وجاب حوالي 99% وخلاص هو مفيش عنده مزاج للطب. أهله قالوا له يا طب يا بلاش، حاجة تانية ما تنفعناش، يا حاجة تانية ما تنفعنا، يا طب يا بلاش. المهم يعني إصرار شديد جدا جدا من الأهالي على إن ابنهم يدخل كلية طب. يا جماعة أنا ماليش مزاج للطب، طب أنت عايز إيه؟ أنا عايز آداب لغة عربية. يعني يعني متخصص محدد يعني لا طب، هو طب يا كان اسمه احمد، يا احمد طب، هو يقول لهم لا اداب لغه عربي. المهم هو تحت رغبه والده ووالدته وضغطهم والكلام ده كله دخل كليه الطب. ايوه اول سنه ما نجحش، ثاني سنه ما نجحش كليه الطب مع انه هو جايب 99%، جايب 99%، بس ميوله مش كده، رغبته مش كده، حبه للموضوع مش كده. فقال لهم بقى حاجه من اتنين، يا هنام في طب يا احقق اللي انا عايزه واتحول تاني كليه اداب قسم لغه اللي انا عايزه. قال له والله يا ابن الحلال ايه زي ما انت عايز، اللي انت تشوفه احنا خلاص احنا عملنا اللي علينا، وانت عايز كده خد راحتك اكمل. حول حول بعد سنتين من كليه الطب اللي هو يعني دخلها بناء على مجموعه 99%، هو ده حاجه كويسه جدا، والكلام ده كان من زمان مش من اليومين دول، يعني من واحنا كده في الثانويه او قبلنا بسنه ولا بتاع، يعني كان 99% دي قمه الانجاز العلمي. فالمهم حول كليه اداب قسم لغه العربيه، اول سنه جيد جدا، ثاني سنه جيد جدا، ثالث سنه امتياز، رابع سنه امتياز، نجاح بتقدير عام ممتاز مع مرتبه جيد جدا مع مرتبه شرف، وتعين في الجامعه واصبح معيد، واصبح دلوقتي ما شاء الله استاذ الادب العربي و يا سلام في كليه الاداب قسم اللغه العربيه. طب ليه احنا نحط اولادنا ونحط نفسنا في هذا المازق الشديد من بدايه الثانويه العامه، نعمل له مناخ رعب؟